يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة، ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه، يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجالنا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه، يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفى، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
والجلد وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي العشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور فلله ما للعين من مشهد جذلا يعز على أهل الحجاب جذلا يعز على أهل الحجاب جذلا I'm not afraid.
في عبد الجل قصدي لقاه Allah, la ilaha illallah.
الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعيد الوارث المنح السالم عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبحه الأفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا حكيم أظهر بدأ حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمي والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من داعي هل من طالب آجة فأنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم والدائب وخيف لنفسه وعادب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به ينيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا أبيب وموسى كليم ومخاطب
قيل هو عيسى. قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصاي. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا سيد السادات يا باب الحمى.
رسول الله خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد يدلي بالعفو وعافية وجميل الستر Bye.
وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح برد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصيرته مستقيما قال في حقه من لم يزال سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرايس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جمله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل يا جبريل نادي بسير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون وسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء انقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأقبله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر Yes, sir.